يميز هذه الدورة كسابقتها في السنة الماضية أنها تركز على الجمع ما بين ما هو أصيل وما هو رقمي. فتلاحظون أن هناك تكوين للرواد، يعني إعادة تكوين للرواد، ثم تكوين رواد جدد يشاركون في المستشفيات. يعني هناك فضاءات، أكثر من 12 فضاء على مستوى الرباط، فضاءات على مستوى سلا، فضاءات على مستوى تمارة والهرهورة. ثم أيضا هناك يعني تواجد لهؤلاء الرواد على مستوى المراكز الثقافية، المستشفيات، المراكز الاجتماعية، والعمي، كل المراكز التي فيها أطفال وفيها أمهات واستشفائية. هذا إن دل على شيء أن نحن سعداء اليوم، أن الراوي أو الحلاقي أصبحت له قيمة. فنحن وضعنا له بساط الأحمر، بساط الأحمر على أساس أنه هو نجم مثله مثل الممثلين الكبار يعني في السينما أو في التلفزيون أو في المسرح، فهو يساهم وهو فنان مقتدر. نلتمس من المسؤولين من خلال هذه المنابر الإعلامية أن يهتموا بهذه الشريحة من الرواد المغاربة، وأن يعني يساهموا في تغطيتهم الصحفية وفي جعل وفي تعديد الساحات الشعبية الموجودة على صعيد المملكة المغربية لكي يضاعفوا من نشاطاتهم. يعني مرة أخرى هذا المهرجان لم يكن لينجح إن لم يكن يعني بدعم من شركائنا وبدعم من الإعلاميين، سواء الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الرقمي. كلكم يعني تساهمون في جعل هذا المغرب مغرب الحداثة، مغرب الأصالة، تحت القيادة الشريفة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله وأيده. اليوم كما شفتوا بأننا عشنا واحد الكرنفال اللي كان خارج هذا الموقع الأثري الجميل اللي فيه واحد التنوع من الحضارات ومن الثقافات، واللي غادي يكون اليوم افتتاح ديال النسخة 20 لمغرب الحكايات، واللي تتنظم الأكاديمية الدولية لمغرب الحكايات للتراث الثقافي اللامادي. وحنا جد سعداء اليوم باش نكون مشارك في هذه الدورة، هذا خاصة أنها تتحمل شعار العظماء بأمهاتهم، وأنا لي الشرف أنني نكون اليوم كلمة في هذا الأمر، خاصة بالأمهات ديالنا لأنهم هما اللي كانوا الأوائل في التربية وفي التكوين وفي التعليم، لأن الأم مدرسة هي الأولى، لأنها كانت تعطينا كل ما عندها باش يمكن أنها توفر لنا أحسن تربية. فهذا جانب الإيجابي اللي بالنسبة لنا أنها تتحتفي به هذه الدورة ديال مغرب الحكايات اللي تتنظم الأستاذة والدكتورة نجمة طيطاي اللي مشكورة على هذا الاحتفاء بالتراث اللامادي ديالنا واللي فيه مجموعة من الدول المشاركة من داخل المغرب وخارج المغرب. ستكون مشاركتي هي عبارة عن تنشيط الحلقات بورشات عمل فنية ممزوجة بين الحكاية والفن التشكيلي، وهذا هو الدور اللي أنا ممكن أقدمه. كان لي شرف أن أشارك في مهرجان مغرب الحكايات 5 دورات، وهذه الدورة أعتبرها هي عرس الحكواتيين في العالم. هنيئا للمغرب وهنيئا لمغرب الحكايات أن يجمع حكواتيين العالم هنا في الرباط مدينة الأنوار، وشكرا لكم.